هل الفيروسات الكبديه مهمه في او ذات اهميه خاصه لمريض الاتش اي في؟ الحقيقه وهذه الاهميه تيجي من نقطتين. النقطه الاولى هو انه اشتراك الاتش اي في والفيروسات الكبديه في طرق نقل العدوى، الاثنين بيتنقلوا عن طريق الدم الملوث بالفيروس او عن طريق الادوات الملوثه بالدم، والاثنين عندهم القدره على الانتقال عن طريق التواصل الجنسي او حتى الانتقال من الام الحامل للجنين بتاعها. هذا التواصل ده يخلينا دايما بنفكر في الفيروسات الكبديه في المرضى المتعايشين مع الاتش اي في. الاهميه الثانيه والخطيره جدا جدا هو انه ثابت علميا انه حتى والمريض بتاع الاتش اي في بياخد العلاج بتاعه وعنده حمل فيروسي غير مقروء، اذا كان عنده اي حاجه من فيروسات الكبد ده بيخليه عرضه انه يتعرض الى المضاعفات والاصابه باعراض الفشل الكبدي وامراض الكبد اكتر من غيره من الاشخاص الغير حاملين للفيروس. وبالتالي هي حاجه ذات اهميه عظمى ان كل مريض متعايش مع الاتش اي في يتم فحصه لفيروسات الكبد ويتم توفير العلاج اللازم ليه عن طريق طبعا بروتوكولات العلاج المعتمده اللي هي بتراعي اختيار نوع العلاج المناسب حسب حاله الكبد وحسب حاله المناعه، وكمان اللي هي بتراعي احتماليه وجود بعض التفاعلات الدوائيه لادويه الاتش اي في مع ادويه الفيروسات. ولكن ضروري جدا ان انا اي مريض انا بتابعه هو living with HIV او متعايش مع HIV لازم اكون عارف وضع فيروسات الكبد بالنسبه له ايه، واكون حطيته على التراك او الخط اللازم من العلاج بالنسبه لها عشان خاطر ما يبقاش في اي خطوره على صحه المريض بتاعي بعيدا عن مشكله HIV بتاعته.